الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ونبدأ مع سورة الناس ومع الآية الأولى من سورة الناس. البسملة خدناها قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الآية الأولى من سورة الناس أول كلمة فيها فعل أمر قل، ومراعاة طبعا تفخيم القاف لأنها من حروف خص ضغط كذ قاف ضمة قو قل قل، اوعى تقول كل وتخلي القاف كاف. قل قو قو قل قل. طيب، اللام ديت حكمها ايه؟ لما تلاقي اللام عليها العلامة ديت يبقى وجوب الاظهار، اسمه اظهار مطلق. حكم لام الفعل، عندنا الفعل اما ان يكون فعل امر زي ما احنا شايفين كده، قل امر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، واما ان يكون فعل مضارع مثلا زي كلمة ايه يلتقطه، او مثلا كلمة انزلناه لام فعل ماضي، يبقى اما ان يكون امر او ماضي او مضارع. في الحالة ديت عندنا اللام ديت فيها وجوب الاظهار، الا خلي بالك من الاستثناء ده، اذا جاء بعدها لام او راء فيكون حكمها وجوب الادغام. زي ايه مثلا؟ وقل ربي، هي وقل ربي بس ادغمنا اللام في الراء. وقل ربي اقول لكم، ادغمنا اللام في اللام. ويجعل لكم، ويجعل لكم، ادغمنا اللام في اللام، ويجعل لكم، هكذا. المهم ان اللام ديت عندنا فيها حكم الاظهار المطلق، واظهرنا لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتق. البيت ده من تحفة الاطفال. طيب، اعوذ اعوذ، العين مخرجها من الحلق. اعوذ والعين من الحلق. اعوذ ما تقولش اعوذ، لا اعو اعو اعوذ، والذال طبعا مخرجها طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. اعوذ 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 اعوذ، قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ اعوذ. طيب، الباقي هنا مكسورة بقى كسرة بي بي بربي بربي، ومراعاة الاستعلاء في حرف الراء. بي را بربي، والتجديد الباء بربي. قل أعوذ بربي قل أعوذ بربي، دي همزة وصل شرحناها قبل كده، قلنا وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح. اللام هنا حكمها ايه؟ لام شمسية لان معلاش حاجة، ومضغمة في النون المشددة مع الفتح. وعندنا بالمناسبة اي نون او ميم تلاقيها مشددة في القرآن تغنى بمقدار حركتين، وغنى ميما ثم نونا شددة، وسمي كل حرف غنة بات. يبقى بي بي رب كده، والالف ده مادة طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، والسين فيها الهمس لأن من حروف فحثه شخص سكت، وفيها ايه كمان؟ وفيها الصفير. الناس الناس. طيب، نقرأ الآية كلها تاني. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. نتدرب عليها كثير إن شاء الله، ربنا تبارك وتعالى ييسر علينا وعليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتابعوا من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع الآية الثانية من سورة الناس.